لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كما ذكرنا، لابد أن نتناول الآيتين قبل آيات عباد الرحمن حتى يتم فهمنا لهذه الآيات. قلنا قبل كده امبارح أن سورة الفرقان ثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع الأول هو مجادلة المشركين وبيان أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة أن القرآن كلام الله عز وجل، وأدلة البعث والنشور. ثم القسم الثاني هو في بيان آيات الله عز وجل الكونية التي تدل على ربوبية الله عز وجل، وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا ولن يعدو مخلوق قدره، فتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أن الكافرين لن يطغوا عليهم ولن يتجاوزوا قدرهم الذي قدره الله لهم، فكل شيء في الكون قدره الله تقديرا. ثم القسم الثالث هو في بيان أن الله عز وجل خلق عبادا يعبدونه وجعلهم على أحسن وأكمل الصفات. هؤلاء العباد يمتثلون مراد الله تبارك وتعالى ويتمثلون بالفرقان تمثلا عمليا. فالآيتين دول هم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر أو أراد شكورا. الآيتين دول توطئة للقسم الثالث وربط القسم الثاني بالقسم الثالث. زي ما قلنا، عندنا آيات كونية خلقها الله عز وجل في السماء، منها النجوم التي تضيء للسماء، وكذلك عباد الرحمن يضيئون في الأرض كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فهؤلاء العباد هم نجوم في الأرض تستضيء بها الأرض كما تستضيء السماء بالنجوم وبالشمس وبالقمر. طيب، الآية بتبدأ زي ما قلنا بقول الله عز وجل تبارك، وقلنا أن الكلمة دي وردت في السورة كم مرة؟ ثلاث مرات. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تتكلم على الفرقان الذي هو القرآن. والآية الثانية: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، اللي هو الفرقان الذي لو شاء الله لأنزله لفعل، لكن لم يشأ عز وجل ذلك، وهو الفرقان الحسي، الآيات التي تخضع لها أعناق الكافرين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وتبارك الثالثة ليتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دي زي ما قلنا بتربط القسم الثاني اللي هو الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل بالقسم الثالث اللي هو صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج جمع برج. البرج بقى ايه؟ البروج اللي في السماء دي النجوم. سماء واحد بيقول نجوم، صح؟ طيب حد يقول حاجة تاني؟ حد عارف يعني؟
ايه؟ يعني قربت شوي. طيب هو في قولين مشهورين يعني، وأقوال كتير بس قولين مشهورين جدا، قول ابن رجحه ابن كثير اللي هو ان البروج هي نجوم والسماء ذات البروج، تبارك الذي جعل في السماء بروجا زي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى البروج هي ليه؟ هي النجوم على قول. والقول الثاني رجحه ابن جرير ولعله أقرب، ان البروج هي منازل الشمس والقمر في السماء. عارفين برج الدلو، برج الحمل، برج الميزان، برج، عارفين الأبراج دي عبارة عن ايه؟ يقسموا السماء كده 12 برج، 12 منطقة، تمام؟ فكرة البروج دي جت منين أصلا؟ السماء فيها نجوم ثابتة، النجوم دي كل مجموعة نجوم مع بعض لو أنت وصلت بينهم بخط وهمي هتدي شكل من الأشكال، يعني ده يدي شكل حمل، ده يدي شكل جوزاء، ده يدي شكل مش عارف إيه، كل واحدة إيه؟ كل مجموعة نجوم بتدي شكل معين. والشمس والقمر مواضعهم في السماء متفاوتة، فحتى ينسبوا إلى موضع معين، يعني على مدار 12 شهر الشمسي للسنة الشمسية، يعني الشمس بتمر بالإيه؟ ممكن تكون في مواضع من السماء متفاوتة، فعايزين يقولوا ده هي دلوقتي في الموضع الفلاني، فيعملوا إيه؟ كل منطقة من مناطق السماء مقسمينها 12 منطقة، وكل منطقة بينسبوها لمجموعة من النجوم على شكل معين، كأنهم رسمين الشكل ده، وكأن الشمس سكنت في المكان ده، البرج اللي هو الحصن أو القصر، فكأن الشمس في الشهر ده ساكنة في المكان الفلاني، والقمر كذلك على مدار الشهر القمري، يعني كل يومين وتلت تقريبا بيعمل ايه؟ بينتقل من منزلة إلى منزلة، من منزلة إلى منزلة، من منزلة إلى منزلة، كل منزلة اسمها برج، كأنه بيسكن في البرج ده، واضح ولا ايه؟ والبرج بينسب إلى مجموعة نجوم، فعشان كده تلاقي الخلاف ما بين العلماء، ان بعض العلماء بيعتبر ان البروج هي النجوم، وبعض العلماء بيعتبر، وده الغالب على استخدام في استخدام العرب فعلا، ان البروج هي منازل الشمس والقمر من السماء، اللي هي اصلها في البدايه كانت ايه؟ النجوم، منسوبه للنجوم والاشكالها، واضح ولا ايه؟ يبقى فهمنا كده القولين مع بعض. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج اللي هو الايه؟ الشمس، والقمر المنير اللي هو القمر. وقلنا دي آية من آيات الإعجاز العلمي التي تدل على أن نور الشمس في جنسه يختلف عن نور القمر، أن الشمس النور فيها نور ذاتي منبعث منها، أما القمر فالنور الذي فيه نور منعكس من إيه؟ من ضوء الشمس، واضح؟ طيب القراءة الثانية حمزة الكسائي، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. قلنا سرج بالجمع يبقى معناها مش بس الشمس، معناها الشمس وليه؟ والنجوم، وده تأكيد للإعجاز العلمي. طبعا احنا قلنا ما اسموش الصح إعجاز علمي، هو اسمه ايه؟ إخبار بمغيبات، وده من جنس الإخبار بالمغيبات. إخبار بالمغيبات إعجاز يعني ايه؟ يعني هات لي زي ده. المعلومة دي ما احنا عارفينها دلوقتي، بس وجه الدلالة فيها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بغيب لم يكن معلوما في زمنه، ان دي معلومات ما كانتش معروفة عند العرب في ذلك الزمان، واضح؟ فهو إخبار بأمر غيبي بالنسبة لهم، علوم تجريبية لم تكن معلومة في زمنه، واضح؟ فقلنا أن ده فيها جمع الشمس والقمر في لفظ، جمع الشمس والنجوم في لفظ واحد، السرج الذي ذكره الله عز وجل سراجا وهاجا في موضع آخر، فيبقى يدل على أن ضوء الشمس وضوء النجوم من جنس واحد، وضوء القمر مختلف، رغم ان احنا زي ما قلنا الترتيب بتاعهم في الاضاءة، لو انت انسان بسيط جدا وبتبص على السماء هتلاقي ترتيب الاضاءة رقم واحد الشمس، رقم اتنين القمر، رقم تلاتة النجوم. النجوم اضعف اضاءة من القمر، لكن هي في الحقيقة اقوى اضاءة، هي سرج مثلها مثل ليه؟ الشمس، لكن لبعدها لا نشهد هذه الاضاءة القوية، واضح ولا ايه؟ فعشان كده الاية جمعت النجوم والشمس مع بعض وفصلت القمر ايه؟ لوحده، مفهوم؟ طيب قال الله عز وجل وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الايه؟ الليل. النظام اليومي ده لو انت تذكرت واعتبرت به صلحت لك حياتك، يعني لو انت قسمت حياتك على الايام، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح،
بكده تصلح لك الحياة. إنما لو أنت قعدت تطيل الأمل، طيب أصل بكرة بعد بكرة بعد بعده الأسبوع الجاي إن شاء الله، الشهر الجاي بقى بين السنة الجاية ربنا يسهل، لو قعدت تعمل كده تلاقي نفسك إيه؟ حياتك بتتفلت منك وتضيع. مفترض الوحدة الأساسية لحياتنا هي اليوم والليلة. لو اعتبرنا عارف زي جسم الإنسان كده مكون من أجهزة، والأجهزة من أعضاء، والأعضاء من أنسجة، والأنسجة من خلايا، خلايا الوحدة البسيطة لجسم الإنسان. لو فسدت تسرطنت يوشك الجسد أن يفسد وأن يتسرطن. فكذلك عمر الإنسان مكون من سنوات، والسنوات من شهور، والشهور من أسابيع، والأسابيع من أيام. الوحدة البسيطة لعمرك هي ليه؟ اليوم والليلة. الشرع أرشد إلى اعتبار اليوم والليلة، التذكر واعتبار باليوم والليلة، إنك أنت في الأعمال الصالحة في محاسبتك لنفسك اعتبر اليوم والليلة، دي الوحدة اللي أنت تركز عليها في حسابك لنفسك. النهاردة أنا عملت إيه؟ اليوم ده ما ينفعش يطلع من غير ما أزداد أتقرب إلى الله عز وجل. خلي بالك أنت ما فيش ثبات، هو أنت يا إما تزداد يا إما إيه؟ لو ما فيش زيادة يبقى في تأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما فيش نص نص. فلازم كل يوم تحاسب نفسك، أنا النهاردة ازددت إزاي علماً؟ ازددت إزاي عملاً وعبادة؟ ازددت إزاي دعوة إلى الله؟ كل يوم تحاسب نفسك في الثلاثة دول. وإلا تلاقي يومك بيضيع في حاجة مش مفيدة، فضلاً عن هو يضيع بقى في حاجة محرمة تهدم لك ما بنيت من قبل، وتلاقي نفسك في الآخر يوم بيضيع ورا يوم بيضيع ورا يوم بيضيع، تيجي تحاسب نفسك على السنين اللي فاتت تلاقي عمرك كله إيه؟ بيضيع. فلازم وحدة الحساب الرئيسية تكون اليوم والإيه؟ والليلة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى لمن أراد أن يذكر، الليل والنهار فيهم تعاقب، الليل والنهار فيهم دلالة على ربوبية الله عز وجل وعلى خلق الله للكون. وفي نفس الوقت الليل والنهار نعمة للإنسان لمن أراد إيه؟ أو أراد شكورا. يبقى في حاجتين، التذكر والاعتبار والتفكر فيها للوصول إلى مشاهدة ربوبية الله تبارك وتعالى وانفراد الله عز وجل لاستحقاق العبادة وحده لا شريك له، دي لمن أراد أن يتذكر. وكذلك الليل ده نعمة تسكن فيه وتنام، والنهار ده نعمة تبصر فيه المعايش وتعمل، يبقى ده نعمة وده نعمة، وتعاقب الاثنين نعمة ثالثة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، لا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فتعاقب النهار مفيد والليل مفيد، وتعاقب الاثنين تتم به الفائدة، نعمة من الله عز وجل نحتاج إلى أن نشكر هذه النعمة. يبقى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والقراءة الثانية لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا باعتبار اختلاف أنواع البشر. في ناس عشان يوصلوا للحق محتاجين أن هم يعصروا دماغهم شوية، محتاجين أن هم يفكروا كتير، محتاج أن هو يذكر ليه أصلا يتذكر، محتاج أن هو يبذل جهد في التذكر، يبذل جهد في التفكر بحيث أن هو يصل إلى الحق ويصل إلى وحدانية الله عز وجل. وفي ناس تانية لا الأمر بالنسبة لها بسيط، لما الأراد أن يذكر مجرد ما يمر دلائل الحق على قلبه يصل بها إلى اليقين مباشرة. فده ناتج عن تفاوت إيه؟ أحوال الناس. طيب لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال الله عز وجل وعباد الرحمن، الآيات بتاعتنا بقى بتاع السنة دي. طيب من أوجه الإعجاز اللغوي في هذه السورة، أنتوا عارفين فاصلة السورة دي إيه؟ حرف الألف، فاصلة اللي هي إيه؟ آخر حرف في الآيات بتاعتها، اللي هي بتدي أعظم واقع سمعي للآية اللي هو الحرف الأخير فيها. طيب من أول السورة، طبعا الألف الممدودة دي حرف الألف الاعتبار بما قبله، يعني بتشوف الحرف اللي قبله هو ده اللي بيدي الواقع السمعي للآية. طيب من أول السورة هتلاقي اللي ماشي فيها معظم الحروف إيه؟ اللام والراء. من أول وعباد الرحمن تبدأ تقلب للميم والنون. الميم والنون أجمل حروف اللغة العربية، بيسموها حروف إيه؟ حروف غنة، مش كده؟ ناس تقول تجويد بقى، حروف غنة. الغنة بيقولوا عليه تعريفه إيه؟ صوت إيه بيقولوا فيه؟ صوت لذيذ، مش كده؟ صوت لذيذ. أجمل الحروف في الوقع السمعي ليها حروف الغنة، تسمع كده الميم والنون تبقى مستريح. عشان كده معظم فواصل القرآن بتنتهي بالإيه؟ بالميم أو النون. أكتر فاصلة تكررا في القرآن حرف الميم وحرف النون. فواصل القرآن دي في حد ذاتها إعجاز تاني،
نشوف سورة القتال، سورة محمد، تقفل بليه؟ بالسكون. ربهم بهم أعمالهم، تلاقي قفلة بيه؟ بسكون. معظم آيات القرآن بتبقى كده، بتبقى ايه؟ مد فسكون، لأن الموضوع ايه؟ أريح شوية. وفي بعض سور القرآن الألف، الألف بتشوف بقى الحرف اللي قبله هو اللي بيديك الواقع. اللام والراء طبعا احنا قلنا الجزء الأول من السورة في مجادلة للمشركين وتهديد للمشركين، فحرف الراء أنسب ليدل على تكرار الإنذار والتهديد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا يستطيعون سبيلا. اللام والراء من أول السورة، من أول ما تدخل بقى لعباد الرحمن تحس بقى بسكينة وهدوء وجمال. تبدأ بقى الفاصل كلها إيه؟ الميم والنون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. كل الفاصل إيه؟ ميم ونون، اختلفت خالص عن من أول السورة لغاية إيه؟ لغاية هنا. تمام؟ طيب، قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يبقى بيتكلم الآيات عن العباد الذين خلقهم الله عز وجل واختصهم لنفسه تبارك وتعالى ونسبهم إلى نفسه تشريفا لهم. كلنا عباد الله عز وجل، لكن تخصيص هؤلاء بالنسبة إلى الله عز وجل تشريف لهم، كأنهم قاموا بحق العبادة لله عز وجل كما يحب ربنا ويرضى، وعبادتهم صاعدة إلى السماء ورحمات الله عز وجل نازلة إليهم. يبقى دول عباد نسبهم الله عز وجل إليه تشريفا، زي لما واحد يكون عنده أبناء ويجي يختص أحدهم ويقول إيه؟ أهو ده بقى اللي بجد ابني، ولا ينفن الباقيين أولاده، بس ده ابنه بجد. يعني إيه؟ يعني قام بحق البنوة حقيقة، بر والده حقيقة، وبالتالي أبوها يقوم معه بحق الأبوة حقيقة. واضح ولا إيه؟ فالله عز وجل قال عنهم وعباد الرحمن، يعني الذين قصروا عبادتهم للرحمن عز وجل. وده فيه إشارة إلى أن الإنسان لن يعبد الله عز وجل إلا إذا عرفه حق المعرفة. لما عرفوا الرحمن عبدوه حق عبادته. يبقى باب معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هو سر تحقيق العبودية لله عز وجل. وده في مقابل عباد الرحمن، في مقابل عباد الشيطان أو عباد الطاغوت أو عباد الدرهم أو عباد الدينار أو عبد شهواته. أو ما هو كل واحد بقى وبيعطي نفسه لمن أراد. في واحد بيعطي نفسه للرحمن عز وجل، يبيع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي واحد بيبيع نفسه للشيطان، في واحد بيبيع نفسه لامرأة، في واحد بيبيع نفسه للفلوس، في واحد بيبيع نفسه لحاكم، في واحد بيبيع نفسه لسيده ورئيسه، في واحد بيبيع نفسه. كل واحد وإيه؟ وما يبيعنه له نفسه. فدر ربنا عز وجل نسبهم إلى اسم الرحمن خصوصا في مقابل الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تعنتا وتجبرا وتكبرا وإنكارا وجحودا لاسم الله الرحمن قالوا وما الرحمن. يبقى شوف في مقابل دول تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إيه؟ يعني لا يضرك رد المشركين عليك. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تكبرا وما الرحمن. ففي المقابل لا، في عباد للرحمن يعرفون الرحمن حق معرفته ويعبدونه حق عبادته، وعباد الرحمن. طيب، واختصهم الله عز وجل باسم الرحمن ليدل على أنهم ما عبدوه وما اتصفوا بهذه الصفات إلا برحمة من الله عز وجل. لولا رحمة ربهم عليهم لما عبدوا الله ولما اتصفوا بهذه الصفات. وده أمر لابد أن تستشعره وأنت تسير في طريق هؤلاء، في طريق عباد الرحمن، إنك لولا فضل الله كما قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. مش بيك، مش بإيدك، مش بقوتك، مش بفهلوتك، مش بشطارتك،
مش بصبرك، مش بجهدك. كل ده هو اصلا صبرك ده وجهدك ده وتعبك ده جاي منين؟ اختارك الله عز وجل، رحمه من الله تبارك وتعالى. الفضل لله اولا واخرا، لازم تستشعر دي، ان لولا رحمه الله، لولا فضل الله ما عبدناه. يبقى وعباد الرحمن الذين تصعد عبادتهم الى الله عز وجل وتنزل رحمه ربهم عز وجل عليهم. طيب، عباد الرحمن اول من اتصف بصفتهم، اول من اتصف بهذه الصفه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اول من تحققت بشرى الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بوجود عباد الرحمن كانت في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من اراد ان يصل الى ما وصلوا اليه فعليه ان يسير على طريقهم، وهو ده معنى السلفيه باختصار. هو السلفيه ايه؟ كتاب والسنه بطريقه وبفهم سلف الامه. احنا بنشوف جيل الصحابه، الجيل الذي انشاه الله عز وجل على عينه، الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على يده، على يديه، هو الجيل ده الذي جعله الله عز وجل معيارا للصواب والباطل، معيارا للحق والباطل، معيارا للصواب والخطأ. هو الجيل ده اللي انت لو عايز تصل الى الله عز وجل لابد ان تسير على طريقهم. عايز تشوف ايه صفات الكمال التي يحبها الله ويرضاها، شوف صفات مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي اتصفوا به. هو ده زي ما بنقول معنى السلفية. نحن عندنا الوحي النازل من السماء، الكتاب والسنة، والتطبيق الذي طبقه هذا الجيل الفريد اللي هو جيل الصحابة، هو ده معنى السلفية. نحن نتبع الوحي مع نموذج استرشادي تطبيقي اللي هو جيل الايه؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال الله عز وجل وعباد الرحمن، ده مبتدأ، فين الخبر بتاعه؟ لا، فين الخبر بتاعه؟ في الاخر خالص، اللي هو ايه؟ اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يبقى وعباد الرحمن اللي هم صفاتهم الذين إيه؟ الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون والذين مالهم بقى؟ اولئك يجزون الغرفة. الجملة دي هي ايه؟ خبر المبتدا، ده قول الجمهور. القول الثاني ان وعباد الرحمن الذين يمشون على، ان الذين دي الايه؟ هي دي الخبر، لكن الجمهور عن الخبر هو ايه؟ اولئك يجزون الغرفة. واضح؟ خبر ازاي؟ اسم موصول، هو خبر مش جملة. الذين ده الاسم ده يعني وعباد الرحمن معناها يعني هم الذين يمشون، الذين يمشون. ماشي؟ قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة من صفاتهم هي حالهم في أنفسهم وهو التواضع، ثم حالهم مع الناس وهو المعاملة الحسنة، ثم حالهم مع الله وهو كثرة العبادة. ثلاث حاجات. أول حاجة الذين يمشون على الأرض هونا، هو في نفسه كده متواضع ومعاملته مع الناس أحسن وأجمل معاملة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب وحاله مع ربنا؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عايزين نشوف الصفات دي. خلي بالك الصفات كلها في الآخر لما نخلص الآيات هتلاقي متقسمة أربع أقسام. الأول صفات فعلية، كمالات اتصفوا بها اللي هي في الآيات دي كلها، من أول الذين يمشون على الأرض هونا، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. دي كلها ايه؟ صفات كمال اتصفوا بها. بعدها تروك، يعني دي افعال. بعدها التروك، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون. بعدها كمال الترك، اللي هو مش بس ما بيعملش الحرام، ما بيقربش منه، ما بيمشيش جنبه، ما بيهوبش ناحيته، ما بيحضرهوش. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. طيب وبعدين كمال الفعل، ان هو مش بس افعاله قاصره على نفسه، ده افعاله متعديه للغير. عايز ولاده ومراته والناس كلها يبقوا ملتزمين. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. يبقى اربع اقسام، قسم افعال، قسم تروك، قسم من كمال التروك
قسم من كمال الافعال. واضح؟ فاحنا كده في القسم الاول اللي هو الايه؟ الافعال. واول ثلاث صفات في الافعال بتبين حالهم في انفسهم، حالهم مع الناس، حالهم مع الله. فاول جزئيه اللي هي حالهم في ايه؟ في انفسهم، اللي هو التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. هونا يعني يمشون مشيا رفيقا، مشيا لينا، يدل على تواضعهم وانكسارهم لله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أي إنسان يريد أن يعلو، أن يستكبر، ليس له في الجنة نصيب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. شكرا. سم قال: من كان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة واحدة من الكبر تمنع من دخول الجنة. حاجة صعبة جدا، تخيل ذرة كبر ممكن تأتي في القلب تمنعك من دخول الجنة. والتصرفات والسلوك بتاع الإنسان بيدل على ما في قلبه. يعني تصرفك وسلوكك وطريقة مشيك وطريقة كلامك، كل دي مخرجات لما في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتلاقي طريقة المشي نفسها ممكن تدل على استكبار وممكن تدل على تواضع. تدل على استكبار كما في قول الله عز وجل في آيات الحكمة. عارفين آيات الحكمة في سورة الإسراء؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الآيات اللي هي بتاعت من أول إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أو من الآية اللي قبلها لا تجعل مع الله إلها آخر. تمام؟ لغاية ذلك مما أوحى إليك إيه؟ ربك من حكمة. بدايتها لا تجعل مع الله إلها آخر، ونهايتها لا تجعل مع الله إلها آخر. اللي هي بدايتها التوحيد ونهايتها الإيه؟ التوحيد. وبينهما وصايا، منها بقى من الوصايا دي: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في واحد مشيته كده ماشية فيها استكبار وتجبر وطغيان، عايز يدق الأرض كده يهدها، وعايز كده يشمخ بنفسه كده، حاسس انه هيوصل لليه؟ لطول الجبال. انك لن تخرق الارض بدبك عليها، ولن تبلغ الجبال طولا بشموخك واستكبارك، مش توصل لكده. وزي ما في وصية لقمان لابنه قال: ولا تصعر خدك للناس. مش ماشي كده ايه؟ تبص للناس كده ايه؟ تصعر خدك. الصعر ده مرض بيصيب البعيد، تخليه لاوي رقبته، فيكلم الناس هو ايه؟ لاوي بوزه عليهم كده، لو رقبته عليهم. ده يدل على ايه؟ تصرفات وسلوكيات تدل على استكبار. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا. يبقى برضو نفس الايه؟ نفس النصيحه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك. يبقى امشي ماشيه ايه؟ معتدله قاصده. وفي الحديث في صحيح البخاري: بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. واحد ماشي لابس بدلة كده عجباه قوي، ومسرح شعره تسريحة جميلة، وعجباه نفسه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. صحيح البخاري. يبقى في مشيات كده، وفي طريقة، وفي سلوك واضح إن أنت إيه؟ في استكبار، في آفة في القلب، في مشكلة، في مصيبة جوه. وفي مشية تدل، وفي تصرف يدل على إيه؟ على إنك أنت لا ترى لنفسك شأنا، مش شايف نفسك على الناس. واضح؟ وعباد الرحمن أول صفة من صفاتهم التواضع. الذين يمشون على الأرض هونا. وذكر الأرض مناسب لأمر التواضع. ليه؟ لأنه يذكرك ببدء خلقك، إن أنت أولك أصلا عبارة عن إيه؟ تراب. وهتروح فين؟ للتراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما تبص على التراب والأرض وتفتكر إن أنت أصلا شوية تراب، وإن أنت هتروح تاني للتراب وتدفن في التراب، تحس إنك أنت إيه؟ ولا حاجة. فعليه تتكبر. عشان كده الرجل الكافر صاحب الجنتين في سورة الكهف، لما صاحبه المؤمن حب يناقشه ويجادله، قال له إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ عشان يكسر عنده حتة الايه؟ التكبر ده. واضح ولا ايه؟
فعشان كده ربنا عز وجل قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والنسب قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يبقى ده أمر من الله عز وجل لك أنت إيه؟ تتواضع، يعني تضع نفسك تخفضها لله عز وجل. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، يعني لو تواضعت ربنا عز وجل هيرفع مقامك وذكرك عنده تبارك وتعالى، ثم في الجنة وفي الدنيا أيضا في قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني في قلوب عباده المؤمنين، في قلوب عباده الصالحين. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني يحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بس بشرط إن ربنا يحبك، وربنا عشان يحبك تتصف بهذه الصفات. أول صفة، صفة الإيه؟ التواضع. الذين يمشون على الأرض هونا. طيب هنلاحظ في هذه الآية يمشون على الإيه؟ على الأرض. يبقى بيمشي في كل مكان، بيتحرك بدعوته بمنهجه بالفرقان الذي يحمله، بيمشي في الأسواق. عارفين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السورة في أولها؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فين؟ في الأسواق. يبقى مش منعزل عن المجتمع بتاعه، مش شوية ناس التزموا يقوموا ياخدولهم جنب عن المجتمع ويبدأ ينعزل عن المجتمع ويعيش هو مجموعة كده من أصحابه ثلاثة أربعة نتقابل في السراديب ومناش دعوة بالمجتمع بتاعنا خالص. طبعا في فرق، انت عشان الناس بتخلط، هو في جزئين هنشهدهم من السيرة النبوية. الجزء الأول ويمشي في الأسواق، يمشون على الأرض، والجزء الثاني اللقاءات بتاع دار الأرقم، القعدة في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يبقى في لقاءات في المسجد تزداد بها إيمانا، وبعد ما تزداد إيمانا تعمل إيه؟ تطلع تمشي في الأرض، مش هتنعزل. يبقى بعض الناس بيفهم خطأ أن أنا لما ألتزم لازم أخد لجنبه ركن كده وأبعد عن الناس ومليش دعوة بالخلق، مليش دعوة بالبشر، اصلا انا لو اختلطت بهم هم هيبوظوني. طب ليه ما تختلط بهم وتصلحهم انت؟ خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف ويمشي في الاسواق، اسواق مكه وقتها كان معظمهم ناس مسلمين ولا ناس كافرين؟ كان معظمها ناس كفار بالله العظيم، ومع ذلك الناس هم يختلط بهم ويمشي في الاسواق. والصحابه رضي الله عنهم كانوا كذلك، وعباد الرحمن كذلك، يمشون على الارض انطلاق دعوه الى الله عز وجل في كل لحظات حياتهم. مش مثلا انا رايح مشوار دعوي دلوقتي، لا، رايح الكلية هو بيدعو إلى الله عز وجل، رايح المدرسة بيدعو إلى الله عز وجل، رايح الشغل بيدعو إلى الله عز وجل، رايح المسجد يدعو إلى الله عز وجل، رايح البيت يدعو إلى الله عز وجل، رايح لقرايبه يزورهم يدعو إلى الله عز وجل. في كل الأحوال هو يدعو إلى الله عز وجل، إما بلسانه وإما بعمله، إما بمقاله وإما بجوارحه بحاله. واضح؟ فعباد الرحمن مش قاعدين منعزلين على المجتمع، لا، يمشون على الإيه؟ على الأرض. عارفين في قصة غلام الأخدود؟ غلام الأخدود الذي ملأ الدنيا دعوة إلى الله عز وجل وأسلمت أمة كاملة على يديه، من تربية الله عز وجل له أنه أولا نشأ في القصر، دخل أماكن السلطان، دخل القصر بتاع الملك الأول، وراح للساحر في الأول، وبعد كده لما راح للراهب وعرف الحق نشر الدنيا وملأ الدنيا دعوة إلى الله عز وجل، في حين الراهب كان ملتزم بقاله سنين قبل كده، بس قاعد فين؟ في المغارة بتاعته، قاعد في الصومعة بتاعته. عشان كده قال للغلام ايه؟ أي بني أنت اليوم أفضل مني. ده راجل بيمشي على ليه؟ على الأرض بدعوته. وهو دي طريقة عباد الله الصالحين، دي طريقة عباد الرحمن، يمشون على الأرض. طيب هنلاحظ كمان إن الآيات كلها بتاع عباد الرحمن من أولها لآخرها بتستعمل ضمير الجمع، مش مثلا وعبد الرحمن أو الرجل المؤمن أو الرجل الصالح الذي يمشي على الأرض وإذا خاطبه والذي يبيت لربه والذي لا يدعو مع الله إلا آخر، لا، مش ضمير مفرد، كلها ضمائر إيه؟ جمع. وعباد الرحمن يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الذين يبيتون لربهم سجدا والذين إذا أنفقوا والذين يقولون ربنا هب لنا والذين لا يشهدون الزور، كلها ضمائر ايه؟ جمع، لتدل على معنى غاية في الأهمية في الدين، اللي هو معنى ايه؟
اجتماع المؤمنين في السير إلى الله عز وجل. نحن في الطريق إلى الله عز وجل مش بتمشي لوحدك، في الطريق إلى الله عز وجل لابد أن نسير معا في هذا الطريق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. النصيحة دي لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أكمل المؤمنين إيمانا صلى الله عليه وسلم، عشان ما تغركش نفسك، ما تقولش لا والله أنا همشي في طريق لربنا لوحدي وأنا مع نفسي كده هعرف أضبط نفسي. أنا بعرف أضبط نفسي، هعرف أصلي كويس بالليل وأعرف أدعي ربنا كتير وأعرف أجتنب الذنوب وأعرف. مش هتعرف، نفسك بتغرك بتخدعك دلوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الإيه؟ من القاصية. الغنمة اللي بتمشي لوحدها كده دي هي اللي الذئب بيجي يختطفها، هي الشيطان بيجي يختطفها. انت لما عبد بيمشي لوحده في الطريق بيجي الشيطان ايه؟ يختطفه. هيبقى سهل عليك الانتكاسة، بخلاف لو انت ماشي مع ايه؟ مع اخوانك في الله عز وجل في الطريق الى الله تبارك وتعالى. ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له واصبر نفسك مع مين؟ مع تلاميذه. يعني الصحابة دول كانوا تلاميذه، هو اللي بيعلمهم، هو اللي بيمدهم بالعلم والايمان، ومع ذلك ربنا امر ان هو ايه؟ يصبر نفسه معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه. واصبر نفسك دي تدل على في مجاهده، على امر ممكن يكون ايه؟ صعب شويه، شق شويه، ممكن يكون مثلا مش جاي على هواك، الناس دي انا مش مستريح لها، لسه مش واخد عليها، محتاج انك انت تعمل ايه؟ تصبر نفسك، لان هو ده الطريق لازم نمشي فيه مع بعض، ما ينفعش كل واحد يمشي فيه لوحده. الاشاره لذلك في ام الكتاب سوره الفاتحه التي جمعت معاني الإيمان في القرآن، بل جمعت معاني الإيمان في الكتب السماوية المنزلة جميعا. الإشارة إلى هذا المعنى في أم الكتاب تدل على أنه معنى مهم جدا في أصل الدين. الإشارة إليها في نون الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم ده صراط الذين أنعمت عليهم. في ناس مشيت عليها قبل كده هتمشي وراهم، وفي ناس ماشيه فيه امشي معاهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى لاحظ واو الجمع دي في صفات عباد الرحمن تدل على ان احنا مع بعض في المنهج، مع بعض في الطريق الى الله عز وجل، مع بعض في العمل لديني الله تبارك وتعالى. مش كل واحد ماشي لوحده، مش كل واحد ماشي منفرد، مش كل واحد ماشي بدماغه. ملاحظه اخيره اللي هي ان صفات عباد الرحمن هتلاقيها كلها بالافعال المضارعه. افعال مضارعه تفيد الايه؟ الاستمرار. مش بتتصف بالصفه دي شويه وتيجي مبطل شويه، مش بتتصف بها شويه وتيجي مكسل شويه، مش بتعمل بها شويه وتيجي مهنج شويه. لا، ده محتاجه ايه؟ استمرار ومواظبه، انك انت دايما عمال متصل بهذه الصفات، دايما متصل بصفه التواضع، دايما متصل بصفه معامله الناس معامله حسنه، دايما متصل بصفه قيام الليل، دايما متصل بصفه الدعاء، دايما متصل. يبقى الصفات دي تتصل بقى اتصافا دائما مستمرا، مش بتجي لك لحظه وتبطل ايه؟ لحظات. طيب الاستمرار المداوم هيجوا ازاي؟ يجوا بالمجاهده ويجوا بالبيئه الصالحه. خلينا بكره ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان تستحضرك يا كبير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.